هكلمك على الماتشين خصوصا في الماتشين اللي فاتوا. ادارته للماتشين هو ده مهم. ادارته للماتشين هو عمل حاجتين هو المفروض كانوا يبقوا العكس. لو انا مش عايز العب الشيبي ما هلاعب احمد توفيق باك رايت في ماتش الاهلي الاولاني. لو مش عايز العب الماتش التاني ما عنديش حد, مش هلاعب احمد توفيق, هلاعب كريم باك ليفت. فهي الموضوع تحس اللي هو ضغوط اول مره يتحط فيها. لكن للامانه للامانه برضه احنا, انا في الماتشين ما حسيتش بفروقات الماتشين رايح جاي. يعني بيراميدز في الماتش الاولاني اتقدم وتراجع عليه بضربه جزاء, انا وجهه نظري اللي هي مش ضربه جزاء, رجعت الاهلي للماتش, كان ممكن الماتش يروح لسيناريو تاني. الماتش التاني برضه ضربه جزاء كانت ممكن تتحسب له ويتقدم, او كان ممكن يتعادل بالفرصه بتاعت اللي جات لزلاته او جون فاضي ممكن يتعادل. انا هقول لك حاجه اللي جننك انت, وخلينا واقعيين, الاهلي ولا 30% في الماتشين. لا ما هو انا ازاي انت الاهلي سيء جدا. لا ما هو انت 30% برضه, ما هو برضه عشان انت بتلعب فرقه جامده يا كابتن. ايوه ما هو انت 30% عشان بتلعب فرقه جامده. ما هو متاخد منه برضه, هو مش هو برضه ولا 30% عشان هو بيلاعب الاهلي فريق قوي. يعني هو بيلاعب الاهلي فريق قوي. يبقى زي ما انت قلت كبيرة. المكسب خبرات لعيبه فروقات الجمهور الحاجات دي كلها فرقه بشكل كبير جدا. وجهه نظري برضو حاجه تاني ان هم حطوا نفسهم في لغط كبير بحته التذاكر. طبعا كده كده الماتش كان هيبقى بجمهور كبير, سواء غلت التذاكر او ما غلتش التذاكر كان هيبقى الماتش بجمهور كبير كده كده. اهلي بقى زمالك اي حد بيلعبك لو حطيت له التذكره ب 500 جنيه الناس دي هتروح وهتملى. يعني خلاص الكلام هتاخد التذاكر. هي بمناسبه اداره بيراميدز هي اللي دبست الراجل في الماتش. بمناسبه ضربه الجزاء علشان برضو كابتن عيد اثرها, يعني احنا المراسل بتاعنا تواصل مع اشهر خمس حكام في مصر حاليين, اشهر خمس حكام حاليين, اربعه منهم قالوا ان هي ما تتحسبش ضربه جزاء وواحد رفض التعليق. بس طبعا هو ما ينفعش نذكر اساميهم لان مش من حقهم ان هم يحللوا, لكن ده باي ذا واي يعني بما انه خبر موجود معانا قلت اقوله بمناسبه يعني ضربه الجزاء. وكان طبعا وجهه نظر اللي هي تتحسب لان انا لو عكست الامر بالنسبه للمدافع, لو هو المدافع اللي اتضرب نفس الضربه والفيرويد جابها جون هيرجع للفار هيحسبها فاول. هي دي بس ببساطه الامر بسيط جدا. انا معاك يعني يا احمد, مش يعني ما فيهوش اكتر من كده. وانا بقول لك ان الحاله زي دي بره ساعات ما بتتحسبش. عشان كده الراجل اللي انا بقول لك الحكام اسباني. انت دلوقتي يعني عارف لو حكم مصري قيل وقال, لو حكم مصري يبقى مامته كانت داعيه عليه ان هو يحكم ماتش زي حركه زي ما انا بقول لك. هو انما اللي سكتنا هو من حسن حظ ان الحكام الالماني ولا الاسباني. الماتش الثاني الماني. انا شايف ان هي ضربه جزاء للسبب اللي انا بقوله. هو انت الاخطاء يمين زي شمال, فاول جوه ال 18 زي فاول بره ال 18, فاول للمدافع زي فاول للمهاجم, صح ولا لا؟ انا معاك طبعا طبعا. فانا دلوقتي لو المدافع, لو عكسنا الامر والراجل اللي هو وليد الكارتي ضرب كريم فؤاد نفس الكوره والحكم مشى اللعب انتظر الفار وراح واخدها وجايبها جول, هل هيرجع للفار يلغيها ولا يحسبها؟ أو الله اعلم. موضوع والله بجد اصل انا هقول لك على حاجه, هي دي النقطه اللي انا بتكلم طبعا. هو انت بتقول المبدا صح, صح. ان اللي بره زي اللي جوه في نص الملعب زي ضربه جزاء على المدافع على المهاجم ده مبدا صح. تمام. بس قد يكون الحكم لو هو معكوسه برده ما كانش حسبها. قد يكون ده انا بقول لك يعني. ان ممكن يكون الحكم اخطا الحكم, ما انت شفت الماتش برده حاجات كتيره, ولكن غلطه حكام في ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش. انما ده لو حكم مصري كناش خلصنا, وكان قالوا كتير وقال لك ما رضيش يرجع الفار والفار عمل الخط وجاب الخط في بطنه وودى الخط. فالحاجات دي كلها احمد والحكام بتاعتنا والله احمد مظلوم, او هم عودونا ان اي لمسه فاول اي لمسه بيلن بيطبحوا بره بعض يا احمد وبتمشي ماشي. انت شفت ماتشات في انجلترا كان الحكام بتبوظ الدنيا ولا يا دكتور؟ طبعا. يعني الدوري الانجليزي فيه حكام كوارث, وفي اسبانيا وفي كل اسبانيا. بالمناسبه في حكم اجنبي بكره الماتش الاهلي والمصري, وده بناء على طلب الاهلي والاهلي هو اللي طلبه, والمفترض يعني انه الماتشات اللي باقيه للاهلي, يعني الاهلي كان طالب حكام اجانب لباقي ماتشاته كلها او على الاقل للماتشات الكبيره اللي هتكون حاسمه. يعني انت شايف الاهلي
مصيب في قراره ده، ولا كان كفايه ماتش الزمالك وماتش بيراميدز وبقيه الماتشات؟ لا والله انا النهارده كنت مقابل بعض الحكام، كانوا عاملين ورك شوب كده، ورشه عمل في 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 في, في ملعب يعني، كان تمرين. احنا معانا برضه اسماء الطاقم قدامنا يعني على الشاشه. فهم كابتن يعني انا بقول لك احسن حاجه تبعد الحكام المصريه على الـ 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 في السبق الاخير ده، ماتشات الاهلي وبيراميدز الزمالك. حكومة ايه طيب؟ ما اعمل الحكومه من الاول مع الفار كابتن يعني. انا دي وجهه نظري كابتن، اي غلطه الفار. اي غلطه انا شايف الاهلي انه وافق له انه يجيب ماتشات في الماتشين الثلاثه الجايين دول اجانب عشان تنهي اللغط، لان اي اي واحد مصري هيحكم لو غلط غلط احمد هيتشنق. انا مش معاك في ده يا كابتن. هيتشنق انت؟ لا طب انت عقت نفسك، خلي حكم الماتش اللي فات. انت غير السيناريو، الضربتين الجزاء في الماتشين بتوع الاهلي وبيراميدز في الماتشين، لو القرارات ضد الاهلي الموضوع كان هيبقى عامل ازاي؟ لو الحكام اجانب هنقدر نتكلم هنقول ايه؟ لا ما هو انت برضه لو حكام مصريين مش هنسيبهم. انا بكلمك على الضغوط اللي هتبقى موجوده على الميديا وعلى يعني على الحكام الاجانب؟ على الحكام الاجانب او على اي حاجه. لا لا لو حكم مصري اقول لك هيتفرم، انما الحكم الاجنبي بيخربها ويمشي. طول الوقت انا شايف ان طول الوقت ان كل جمهور بيضغط على السوشيال ميديا او اعلام او الحاجات دي كلها، وده من حقهم. انا شايف بس الحكم هيعرف منين الكلام ده؟ الحكم بيجي من بره، من هيقولوا له يا كابتن؟ انا ما بكلمكش في الحكم امال في ايه؟ منين او ما جاش منين؟ انا بقول لك بيبقى توجيه راي عام. انا بكلمك في الراي العام كله بيبقى بيتكلم في ايه. بالمناسبه نفس الحكام اللي احنا تواصلنا معاهم برضو سالناهم على ضربه حسين الشحات اللي في الماتش الاول، قالوا مش صح ولنفس الاسباب. هو في الاخر مين؟ لا بالاولانيه اللي اتحسبت في الماتش الاول. لا لا مش بيننا كابتن خالص. لا 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 يعني انا بقول لك نقول بس انا بقول لك ان الحكم. انا سمعت كابتن توفيق السيد قال لي اللي هي ضربه. انا بكلمك عن حكام حاليين، الخبر اللي معايا او يعني المعلومه اللي معايا ان احنا تواصلنا مع خمس حكام حاليين الاشهر في مصر، الناس عارفاهم بس مش هينفع نقول اساميهم. اربعه منهم قالوا ان الضربه صحيح عدم احتسابها، وضربه حسين الشحات كانت خطا. بس اقول لك على حاجه، هو الاول اسم الطاقم طبعا معانا الحكم الساحه الفرنسي بنوا باستين، ده اللي هيكون حكم لماتش المصري والاهلي الساعه 9 بكره ان شاء الله. وطبعا بقيه الطاقم الحكام قدامنا اساميهم على ده من فرنسا. انا مش عارف برضو، ما انا كنت لسه اقول لك انا الان. طب أيوة. وليه طيب مازين الدينزي ده الفرنسي؟ شكله تونسي جزائري ومجنس يعني. بس انا بس دي تقلقني لان ممكن يحصل حاجه يقول لك ما اصل عنده اصول مصريه وجدته وجده كانوا اهلاويه جدا. هو اشهر لعيب في فرنسا زين الدين زيدان، ما اسمه لا عربي. انا الحكم اللي فات اللي انت بتتكلم على ضربه جزاء فناس كتيره زعلانين قوي. قلت لهم لا بص انا قلت لهم اقول لكم سر نقطه. هو الحكام بتتبعت وبتيجي اوتوماتيك يعني، انا ما عنديش مشكله. لكن الحكمين بتوع الماتش اللي فات اصلا هم عندهم مشاكل يعني، خلينا قليلين. لا قليلين. هو الحكم الاسباني عنده مشاكل في ماتشات كتير في الليجا يعني قليل. ايوه طب اللي عنده مشاكل التاني برضه كان عنده مشكله كبيره. القصه دي بس الحكم بعدها ماتش. لا هو انا شايف ان الحكم بتاع الماتش اللي فات افضل من بتاع ماتش الاولاني بكتير. نعرف الناس الماتش اللي فات الاثنين زي نعرف الناس مين الحكم علشان برضه يبقى قلنا المعلومات عنه. بينسوا باستيان ده طبعا هو حكم مباراه المصري والاهلي بكره ان شاء الله، الماتش على برج العرب، استاد برج العرب في الساعه 9 مساء. عنده 41 سنه، بدا ممارسه التحكيم في 2011. اعتقد ان احنا معانا صوره ليه عشان الناس تعرف شكله قبل ما يجي بكره الملعب. شاره دوليه في 2014 يعني، دي في الاخر خدمه خبريه يعني، لازم برضو يعني نقولها ونعرف الناس مين اللي هيحكم المباراه. في الموسم الحالي ادار العديد من المباريات في الدوري الفرنسي، برضو في البطولات الاوروبيه ادار ديربي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان او الكلاسيكو بقى في اسبانيا. طبعا انتهت بفوز باريس 2-0، وادار كمان مارسيليا وليون، ودي ماتشات كبيره يا جماعه في الدوري الفرنسي، وباريس وموناكو، وبالتالي هو بياخد ماتشات كبيره في فرنسا. على صعيد دوري ابطال اوروبا ادار ماتشين، واحد بين سيلتيك وفاينورد والتاني بين بورتو ورويال انتورب، وما ادارش مباراه كبيره في اوروبا لكن ادار مباراه كبيره وقمم في الدوري الفرنسي. اخر ماتش طبعا حكمه كان يوم 10 مايو ده في الدوري الفرنسي بين لانس ولوهافر، وفاز في لانس 1-0. في الدوري الاوروبي كمان ادار ثلاث ماتشات، باير ليفركوزن قدام كاراباخ، وما ادارش ماتشات في كاس العالم للانديه ولا كاس العالم طبعا للكبار. بشكل عام الموسم ده
حكم 32 مباراه، طلع 127 بطاقه صفراء واربع بطاقات حمراء، يبدو ان هو ايه حكم تقيل شويه على البطاقات، يعني مش غزير البطاقات الحمراء تحديدا. متهيألي سي في يعني مقبول. انا شايف مقبول برضه، شايفه مقبول، ادار ماتشات كبيره في الدوري الفرنسي ديت، وهو وان هو بيلعب شامبيونز ليج اصلا ديت حاجه كويسه، حتى لو لعب ماتش او ماتشين في دوري ابطال اوروبا يبقى حكم كويس، يعني وجهه نظر يعني. طيب.